السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتنا وقناتكم مراجعات موبايل. فيديو الأسئلة اللي الحمد لله أنا اكتشفت إن هو بقى ناجح، ناس كتير بتجيلي في الكومنتات آرائهم الحمد لله إن أنا بوضح لهم نقط ما كانت مغفلة عنهم نتيجة اقتحامي لسوق الموبايلات وتواجدي في سوق الموبايلات لفترة طويلة، سواء في الصين في مصر. التواجد على الفترات دي خلاني هجاوب على أسئلة مهمة جدا، يمكن أتمنى إن هي تفيدكم، وخلينا نشوف الأسئلة دي. السؤال الأول، آيفون إكس إس أفضل ولا نوت 9؟ سؤال غير منطقي بالمرة. مستخدم أبل سيستم الاي او اس بتاع أبل بنسبة 90% لما بيروح للأندرويد بيبقى عامل زي اللي خرج من بلده راح بلد تانية، ناس بتتكلم لغة تانية وبيحس بغربة جدا، لكن بعد فترة بيتأقلم وبيتعلم لغة البلد. ولكن المشكلة ان يعدي اول فترة في الغربة، واحد متعود على ان هو بيدوس دوسة طويلة بيحصل له مش عارف ايه، بيبعت حاجات بالبلوتوث، بيعمل بيسوي، فجأة ليه نفسه في منظومة مغلقة جدا. فالسؤال ده سؤال غير منطقي، انا اتسألت السؤال ده كتير فعشان كده حبيت اوضحه. بالنسبة لأبل واندرويد ده في حتة وده في حتة، في ناس قليلة جدا الا من رحم ربي يعني بيعرفوا يخرجوا من أبل يروحوا اندرويد او من اندرويد يروحوا أبل، فالموضوع مش سهل. فلو انت متعود على حاجة بلاش تاخد التجربة الا لو انت شايف ابل، يعني في ناس اتجهت لابل عشان حست ان النظام محمي اكتر بحكم شغلهم، ناس اعرفها شخصيا، فطبعا الموضوع هنا بيبقى وضع تاني. لكن لو انت مرتاح مع تليفونك ومع نظامك خليك فيه وما تغيرش. السؤال التاني، عاوز احافظ على بطارية تليفوني اطول فترة ممكنة. حضرتك في ناس بتقولك اول ما اجيب الجهاز اشحنه مطفي 85 ساعة وبعدين اولعه 12 ساعة. لا، الموضوع الاجابة في كلمتين، بطارية الجهاز 100%. حضرتك لما بتوصل في بعض الموبايلات ل20% الجهاز بيديك الارم، وبعض الموبايلات لما بتوصل ل15% بيديك الارم. معنى كده ان وصول البطارية ل15 أو 20% هو مؤشر اشحن واستعد للشحن، مش حاجة اسمها انك تسيب جهازك كل يوم يفضل للآخر. البطارية دي ومش هطول عليكم ليها مدة معينة، عدد شحنات معينة، الشحنة الكاملة من 0 لـ100 شحنت 5 شحنات 20 هي شحنة كاملة، شحنت 2 شحنات 50 هي شحنة كاملة. فمجملا جهازك كل اسبوعين تفضيه خالص وتشحنه على الآخر، وجهازك لما يوصل 20% تشحنه، ده افضل شيء تعمله. ويفضل انك لما تشحنه تمام، يعني لو انت صاحي 90% 95% تشيل فيشة الموبايل، والاطمئنان اللي بيقولك انا سبت موبايلي وهخش انام او اسيبه هيفصل لوحده ما تقلقش، في دايرة كهربائية اول ما الموبايل بيوصل للفول تشارج في الموبايلات الجديدة في البوليمر او البطاريات الليثيوم، دايركت إدارة الشحن بتقول له خلاص خد بالك زي المخ البني آدم احنا فول تشارج، بتفصل دخول الطاقة للبطارية فما تقلقش من الجزء ده. السؤال الثالث، عاوز مخسرش في الجهازي وانا ببيعه. يمكن ده السؤال اللي عملت الفيديو على اساسه. يا جماعة هديكم نصيحة لوجه الله، الاخوة مرضى تغيير الموبايلات، اللي انا اعرف ناس كتير جدا منهم واللي انا كنت واحد منهم في وقت من الاوقات واللي خلاني اعمل الفيديو ده، فانصحكم نصيحة بسيطة جدا. الموبايلات تكنولوجيا لن تنتهي، لو مشيت وراها هتتعب جدا، في ناس اتدمرت، هو نوع من انواع الادمان تغيير الموبايل، ده كلام اطباء نفسيين مش بهزر، ادمان التكنولوجيا ادمان الانترنت، فده فيها ادمان. الموبايلات كانت زمان الشركات بتنزل موبايل كل سنة، شاومي اوبو هواوي كان الفئة بينزل منها موبايل جي ار 3 جي ار 4 جي ار 5 يعني whatever مش بالارقام، بي 8 بي 9 بي 7 بي 8 بي 9 بي 10 كان بينزل نوت 3 نوت 4 نوت 5. دلوقتي حضراتكم في فيديو انا قايل لشركة ميزو منزلة جهاز بعد 4 شهور،
شركة أوبو منزلة جهاز بعد 6 شهور، والمفاجأة اللي بقولها لكم من دلوقتي، في خلال شهرين هيتم الإعلان عن الجهاز النوت الجديد بتاع شاومي، يعني بعد 6 شهور. البيريود بتاعت نزول الأجهزة للسوق بقت 6 شهور، فلو انت عاوز تخسر كل فلوسك انت حر، بس التغيير دلوقتي ما بقاش كل سنة للناس اللي بتغير كتير، بقى كل 6 شهور. وأتوقع ان هو حتى لما بيجي ما بينزلكش جهاز، بينزلك واحد شبيهه، فما تمشيش ورا التكنولوجيا وما تعذبش نفسك بالتكنولوجيا، واختار الجهاز اللي انت عايزه باختياراتك السليمة بكل حاجة قبل ما تشتري، علشان كده كده هتخسر. بعت الجهاز بعد شهرين او 3 من انك اشتريته هتخسر، بعته بعد سنة لو هتخسر جنيه، بعد 3 شهور هتخسر جنيه وربع بعد سنة او جنيه ونص. ده لو انت عاوز ما تخسرش، ما تغيرش جهازك كتير، واعرف قرارك واختار جهازك صح. السؤال اللي بعده، عاوز موبايل بيصور كويس. عايز اقول لكم معلومة، حتة موبايل بيصور كويس عشان ما تعذبش نفسك وتسحل نفسك في موضوع الكاميرا ده، في برامج اديت عالية جدا، يعني طبعا تجيب موبايل متوسط معقول وتبتدي تشتغل ببرامج الاديت على الموبايل، يعني تظبط الإضاءة. برامج اديت الماركت مليان برامج اديت، في برنامج بتاع جوجل اصلا للاديت بتاع الصور، فتقدر تلعب في الصورة زي ما انت عاوز، هات كاميرا مقبولة واشتغل عليها. انما اجدع كاميرا موبايل مش هتديك نتائج، سيبك من ان ايه، احنا مثلا انا وانا براجع جهاز اقدر يكون جنبي سوفت بوكس، انا كمحمد انا بتكلم عن نفسي، جنبي سوفت بوكس وبصور، اوبا ايه الكاميرا الفظيعة دي، طب ما انا في سوفت بوكس اهو يا جماعة بيصورني، فانت ما يعني ولا صورة الشركة، مش بتكلم على شركة معينة، الكاميرات الدي اس ال ار اللي هي الكاميرات الاحترافية، والموبايل هو موبايل، هي كاميرا موبايل، الموبايل اصلا موبايل بكاميرا، سيبكم من الكلام الدعائي. فانت هات موبايل كاميرته محترمة كويسة، واشتغل على الكاميرا دي ببرامج اديت. انا بديكم نصيحة مش اكتر، تقدر تجيب اي كاميرا موبايل، او في تفاوت طبعا وفي فلوس، بس الفروقات مش كبيرة، يعني كاميرا في موبايل ب6000 جنيه، في فرق 12000 جنيه، حتة الكاميرا هتلاقيها في فرق، بس مش الفرق ده كله، يعني ممكن انزل اجيب كاميرا زي اللي بتكلم معاكم فيها دلوقتي مش هتجيب المبلغ ده. فالفكرة اللي اقصدها او اللي عايز اوصلها لكم، ان كاميرا الموبايل هي في النهاية كاميرا موبايل. السؤال الاخير اللي عاوزين نقوله، ابل احسن ولا اندرويد؟ احنا دلوقتي مش بنقول انقل، هل ابل احسن ولا اندرويد؟ كل نظام ليه فوائده. الاجهزه اللي بسيستم ابل، انا بحيي شركه ابل بصراحه على حاجه واحده، وانت بتشتري تليفون ابل انت عارف انك هتقعد سنه شايل موديل من موبايلك، محدش هيجيب يجي بعد شهرين يقول لك انا معايا الاحدث. اندرويد موديلات كتير وحركات وقصص وحكايات، فمفيش حاجه اسمها ابل احسن ولا اندرويد. ممكن بالنسبه لمحمد اندرويد احسن، ممكن بالنسبه لمحمود ابل احسن، فكل واحد ليه رغبته. ولكن جزء واحد هقوله لكم، ليه ابل ما بتنزلش لموديل كل سنه، وليه اندرويد كل شركه بتنزل كتير عشان ما نظلمش الشركات؟ عشان شيء بسيط جدا، ابل هي سيستم الاي او اس بتاع ابل هو مفوش اللي ابل، هي مخترع سيستم لنفسها مع نفسها، فمفيش حد يجي ينزل والله تليفون بكاميرا اعلى بالاي او اس مش عارف ايه، فتضطر ابل تنزل تليفون تاني عشان ترد عليه ما ياكلش من الماركت شير بتاعها. لا، هو ابل مع نفسها، هو التليفون كده خلاص. اشوفكم بقى السنه الجايه، لسه المؤتمر معمول، نزل الايفون اكس اس، كان قبل كده ايفون اكس، بعد كده هينزل ايفون 2 اكس، وهناخد الجره بتاعه الله يمسيه بالخير ويرحمه ويديله الصحه ستيف جوبز، تمام؟ ابتدى 4 اس 5 اس، هبت منهم كده في النص 5 اس اي، وبعدين قال لك لا احنا مش اسلوبنا، مش اسلوب حياتنا، ولا يعني كان مع 6 اي نعم، بس اقصد بيرجعوا. فما فيش حاجه اسمها ابل ولا اندرويد. انت عاوز تجيب تليفون تبقى شايل تليفون حديث على طول، وتليفون وانت بتبيعه هيجيب لك فلوس، انا مفيش حاجه وقعته وما نزلش تليفون بمعالج اعلى فوقع اللي مش عارف ايه اللي كان ب 10000، رايح دماغك خش في ابل، بس سوفت ويرها ما اعرفش هتتاقلم بيه ولا. في النهايه ده كان فيديو اسئله سريع، حبيت اوضح لكم فيه معلومات اللي احنا اتعودنا ان احنا نناقش بعض فيها، واللي حضراتكم سالتوني عليها في الكومنتات، وانا بوعدكم ان انا بجاوبها واطلع معاكم بعد كده لايف ان شاء الله. وبشكركم واسف لو كنت طولت عليكم، وما تنسوش تدعموني باللايك والشير لصفحتنا على الفيسبوك، وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. وكان معاكم من فريق مراجعات موبايل محمد النواوي.